وجميعنا يهتم بصحته ويعتبرها أغلى ما يملك. فعند المرض أول ما يفترض أن نفكر به إجراء كافة الفحوصات المطلوبة من تحاليل واختبارات وصور أشعة، لكننا للأسف نقوم بعمل ما يطلبه الطبيب وقت الشكوى فقط. وبالرغم من وجود فحوصات دورية للمساعدة في كشف الأمراض مبكراً، لكن معظم الناس لا يهتموا بإجراء التحاليل، ما يؤخر اكتشاف الأمراض مؤدياً إلى تفاقمها وتأثيرها على الصحة. ويعود معرفة أهمية عمل الفحوصات والتحاليل الدورية إلى مستوى الوعي عند الناس وحرصهم على المحافظة على صحتهم. وأيضاً فإن الظروف الاقتصادية الصعبة تعيق الكثير على إجراء الفحوصات الأساسية وقت المرض. لكن في حال توفرت الظروف المناسبة، فإن ضرورة أن يعي المجتمع دور عمل الفحوصات الدورية بدون شكوى مسبقة مهم جداً للمحافظة على صحتهم. فما هي تلك الفحوصات والتحاليل الدورية؟ وما أهميتها؟ وما الوقت المناسب لعملها؟ نتعرف على إجابة هذه الأسئلة وتفاصيل أكثر مع الدكتور كمال الشرعبي. صباح الخير دكتور كمال. صباح النور والعافية. أهلا وسهلا. حياك الله كالعادة في صباح بلقيس. أهلا وسهلا. طيب تعرف يا دكتور أنه إحنا دائما ما نسوي فحوصات إلا وقت ما يكون خلاص اشتد المرض، لكن خلينا نعرف في البداية إيش أهمية أن إحنا نعمل فحوصات بدون ما يكون في شكوى مسبقة أو مرض يعني؟ نعم، قبل كل شيء الفحوصات الروتينية أو الدورية هذه مهمة جدا بالنسبة لحياة المريض. مثل ما قلت قبل شوية، ما يروح المريض المستشفى إلا إذا عنده شكوى، إذا ما عنده شكوى ما يروح، يعني ما يروح إلا بعد ما يقع الرأس في الفاس، وكما قيل الوقاية خير من العلاج. صحيح. فالفحوصات الروتينية هذه مهمة، نسميها فحوصات روتينية أو فحوصات مبكرة للوقاية من الأمراض. يعني مثلا انت تعمل فحص مبكر قبل ما تعرف عن اي شيء، عن اي مرض في جسمك، تعمل فحص مبكر تقي نفسك. الشيء الثاني التشخيص المبكر، وهذا مهم جدا، قد ربما يصاب الانسان باكثر من امراض مزمنه ناتجه عن قصوره في الفحوصات المبكره او عدم ذهابه الى الطبيب. تحصل بعض الناس مثلا يكون عمره 40 سنه يقول لك والله ما قد رحت عند طبيب ابدا، وخاصه اللي يكون يعني في القرى او بعيدين عن المناطق الصحيه. أيضا العلاج السريع، إحنا لما نعمل الفحوصات الروتينية مبكرة نعالج مبكر الحد من المخاوف. مثلا يقول لك أنا والله في العائلة واحد عنده سرطان، ولا واحد عنده قلب، ولا واحد، فأنا خايف أن أروح أعمل فحوصات طبية ويطلع فيني سرطان ولا شيء. فهذا غلط، المفروض أنك تعمل الفحص عشان تروح منك هذه المخاوف اللي جالس عايش فيها على طول، حتى تعمل كنوع من الوقاية المبكرة. صحيح. نعم. الشيء الأخير مثلا نقي أنفسنا ونعيش أصحاء، يعني هذه من أهمية الفحوصات الروتينية المبكرة، أنفسنا وعائلتنا كمان، لأن في كمان يخص مش لنفسك بس، فحاجة وراثية كمان تخص عائلتك يعني في المستقبل. طيب دكتور كمال، ما هي المدة الزمنية الفاصلة مثلا ما بين فحص وآخر؟ المفروض كل كم يعني؟ يعني هنا الفحوصات كثيرة متنوعة. صحيح. يعني نبدأ حبة حبة. أيوة. يعني هناك في فواصل زمنية أكيد، ما بتعمل الفحص مثلا تعمل يوم فحص تجي بعد أسبوعين تعمل الفحص نفس الفحص، ما ينفع. صحيح. ففي فترات معينة لكل فحص. فمثلا المريض جاء عندك على العيادة، أنت أول شيء نسوي للمريض أن احنا نفحص وزنه، طوله، مؤشر الكتلة الجسمية اللي هي بادي ماس اندكس، عشان نعرف هل هذا طبيعي جسمه، طوله طبيعي، وزنه طبيعي، ولا عنده سمنه، ولا عنده ممكن يكون ريسك فاكتور لامراض او دهون احيانا. فنعمل هذه الفحوصات اول شيء، هذه يعني الطول، الوزن، بادي ماس اندكس، بعدين نقيس له الضغط، نشوف عند النبض، نقيس له السكر، نعمل له فحوصات اوليه اللي هي فحوصات الدم. لما اقول فحوصات الدم اغلب الناس يفهموا انها فقط سي بي سي، فقط اعمل سي بي سي وروح. لا، فحوصات الدم، نعمل فحوصات الكلى، نعمل فحوصات الكبد، نعمل فحوصات الغدة الدرقية. هذه الفحوصات بمجمل كل الدم هذه أساسية. هذه فحوصات أساسية لأي مريض يشتي يعمل فحص من معده. طيب المدة الزمنية يعني المفروض كل كم وكم؟ بغض النظر النساء والرجال. يعني من عمر 20 إلى عمر 40 هنا لازم كل 3 سنوات أو كل 2 سنين يعمل فحوصات روتينية، هذه الفحوصات اللي ذكرتها. بعد 40 يعني كل سنة لازم يعمل هذه الفحوصات الروتينية، ما لم يكن ريسك فاكتور، يعني في عنده مثلا في العائلة في عنده ضغط، في عنده بالعائلة واحد عنده سرطان، في العائلة في عنده وله نفسه كمان في عنده أعراض أخرى،
هنا ممكن ما نقولش كل 3 سنوات، كل ممكن نكون كل سنة أو أقل من كل حتى كل 6 أشهر ممكن على حسب. أيوة، يعني الآن الفئات العمرية مختلفة طبعًا في عمل الفحوصات. طبعًا. طيب خلينا نأخذ يعني كل فئة على حدة، وإيش أنواع الفحوصات اللي تعملها؟ نبدأ من الأطفال الرضع. أيوة. يعني في فحوصات روتينية للأطفال الرضع وللرجال وللنساء وللشيخوخة للكبار في السن. فالطفل أول ما يولد يجي على الدنيا في فحوصات روتينية نعملها له. أول ما يولد أول أسبوع يعني نأخذ دم من القدم، من قدم الطفل، عشان نشوف الأمراض الوراثية، الغدة الدرقية كونجنتال هيبوتيرويد، نشوف عنده كمان إنزيمات بيوتينيداز إنزيم، نشوف عنده فينيل كيتونوري بيلة الفينيل كيتون، نشوف عنده تضخم الغدة الكظرية الوراثية. هذه حاجة. وفي كمان في دول تعمل أكثر من هذه الأشياء، يعني احنا يعني كل دولة تعمل اللي تقدر عليه. أقل شيء إذا ما تقدر على شيء تعمل الغدة الدرقية، فحص الغدة الدرقية أول ما يولد الطفل، يعني أول أسبوع من الدم القدم، فتكون خلصت الطفل وخلصته من مشاكل لا أستطيع أن أذكر لك الأعراض اللي تتولد عن هذه الإنزيمات إذا كان عند الطفل هذه الإنزيمات، وخاصة في الدول النامية مع الأسف ما يعملوا أي فحوصات. أنا اللي تفاجأت لما قلت لي دحين أن الطفل يعني يعملوا له هذه الفحوصات من هالغدة الدرقية. في كثير دول أجنبية ودول عربية كمان. يعني باليمن الله أعلم إيش يعملون بالضبط، يعني ما اشتغلت أنا في اليمن. باليمن الطفل يخرج أنت في اليمن، هذه الحاجة الوحيدة اللي يعملها الطفل أول ما يكون عمره 9 أشهر لازم ناخذ منه دم، نفحص منه دم، نشوف الخضاب الدموي الهيموغلوبين. هذه المرحلة الثانية، أول شيء أول ما يولد بعدين 9 أشهر. لا أنا أهدي لك على الفحوصات الروتينية، في كثير حاجات، في كثير مشاهدة الوزن والطول هذا واصل نعملها كل شهر. أيوة. كل شهر نسوي وزنه وطوله وحجم راسه، هذه الحاجة يعني روتينية ما في داعي لذكرها، لا أذكر الحاجة المهمة. تمام. هذا فحص الدم 9 أشهر نفحص الدم عنده الهيموغلوبين خضاب الدم، يعني احنا نعطي للاطفال كمان جرعات فيتامين د، يعني نعطي لهم الحديد، فهل هو تمام كفايه او لا، هل عند الطفل تكسحات ولا. كمان في الشهر الثاني عند الطفل نعمل فحص التراساوند فوق الصوتيه للحوض، لعظم الحوض، بعضهم يكون عنده خلع وقت الولاده يختلع ولا لا، فما يعرف الواحد، لازم نعمل له التراساوند، اذا طلع طبيعي حلو، اذا ما عملنا له التراساوند وفات علينا بعد 6 أشهر لازم نعمل اكس راي وفيها اشعاعات، فالافضل ان تعمل التراساوند من البدايه من الشهر الثاني. الطفل كبير قبل ما يدخل المدرسه لازم يروح يعمل فحص لعينه لاسنانه ونعمل فحص دم، اذا كان الطفل سمين يعني شفنا وزنه وطوله وشفنا انه سمين أو في بالعائلة أحد عنده مرض سكري أو ضغط أو أي حاجة، نعمل له هنا فحص دم كمان اللي هو السي بي سي، ونعمل له عنده نشوف الكوليسترول، نشوف الغدة الدرقية كمان، ونشوف الدهون الثلاثية وفحص الكلى. فعلا حتى أنه أمراض السكري بالنسبة للأطفال بدأت في الفترة الأخيرة، يعني في دراسة تقول أنها بتنتشر بشكل كبير، ويمكن عدم الاهتمام بالفحوصات المبكرة يعني تعرض الأطفال للخطر. طبعا هذا بالنسبة للأطفال. في عمر 1.5 إلى 3 سنوات نعمل فحص التوحد، يعني هذا كثير إذا فوتته ما تعرف الطفل بعدين، ممكن تعالجه من البداية أقل حاجة الأعراض تقلل الأعراض. فحص التوحد هذا مهم كمان، ممكن ندري إيش عارف هل هو بشكل روتيني نعمله في اليمن ولا لا، لأن أنا ما اشتغلت في اليمن. الشيء الأخير الطفل وصلنا للطفل في عمر المدرسة. أيوه. في كمان الضغط، يعني بعضهم يقول لك الضغط من عمر 20 إلى عمر 40 نقيسه كل 3 سنوات، والسكر نفس الشيء، وبعدين بعد 40 نحاول نخليه كل سنة ما لم يكن هناك ريس فاكتور، يعني شيء نخليه الفترة قصيرة. في عمر 3 سنوات لازم نقيس الضغط كمان للأطفال. للأطفال. نعم. ممكن يكون اللي عنده برايمر يكون عنده سكندر. أيوة. هيبرتانسن. يعني في عنده سكري ثانوي. وهذه كثير تحصل وتصير، يكون عنده مشاكل. أيوة. في الكلى، يكون عنده مشاكل أخرى تسبب هذا الضغط. يعني في حاجات كثير ممكن الواحد يكتشفها في عمر مبكر جدا. نعم. للاسف احنا ما نكتشف الا وقد احنا مثلا السكر، مثلا اول فحص نسويه للاطفال من عمر 6 سنوات، يعني نشوف اذا كان سمين ولا بدين، يعني الاطفال نعمل له فحص السكر، الكوليسترول، الدهون، الغده الدرقيه، نشوف عنده سكر عمره 6 سنوات اكتشفنا. وقدر بعض الاحيان تكتشف عنده سكر ثانوي، يعني تعمل فحوصات اخرى. بالنسبه للسيدات اهم الفحوصات الخاصه بالسيده المراه الان. السيدات بشكل عام هو من عمر 20 إلى عمر 40، يعني الفحوصات الروتينيه كل 3 سنوات، وبعد 40 هذا الفحوصات كل سنه تكون نفس الذكور فقط. هناك فحوصات خاصه بالنساء. أيوة. مثلا اهم فحص بالنسبه للنساء هو فحص المبكر
سرطان الثدي البريست كانسر، هذا من عمر 20 من عمر 21 حتى لعمر 40 لازم نعمل فحوصات دوريه او النساء نعلمها انها تفحص نفسها بنفسها في المنزل. ايوه حتى ان هذه الفحوصات احيانا تكون مجانيه في بعض المراكز، يعني في بعض المراكز اقول المراكز الحكوميه اصلا كل هذه الفحوصات اللي انا اذكرها مجانيه. صحيح. المراكز الحكوميه فتفحص نفسها بنفسها. متى تفحص نفسها بنفسها؟ كل شهر بعد الدوره الدمويه باسبوع. اذا كانت تشرب حبوب منع الحمل اول ما تخلص الشريط تبدا قبل ما تبدا بالشريط الثاني هذاك اليوم تعمل الفحص. اذا كان عندها لخبطه في الدوره الدمويه في الدوره الشهريه وما تقدر تعرف اي يوم تحدد يوم معين وتسوي هذا الفحص. اذا كانت النساء قد دخلت في سن الياس تحدد برضه يوم وتعمل هذا الفحص. بعد هذا يجي الفحص السريري، يعني مثل مش بنفسها تروح عند دكتور وتعمل فحص سرير كلينيكال اكزام. هذا برضه نفس الشيء كل ثلاث سنوات ممكن تسوي مره. بعد هذا بعد عمر الأربعين، يعني وصل عمرها الأربعين، بعد عمر الأربعين لازم تعمل الماموغرافي. هذا جهاز يشخص السرطان مبكرا طبعا بعد الأربعين أنا أقول، بس إذا كان في ريسك فاكتور مثلا في العائلة واحد عنده سرطان أمها خالتها احتمالية لا سمح الله. هذا مقدمه قبل مش الأربعين، 35 مثلا أو 30 نسوي هذا الفحص، يعني على حسب الحالة اللي تعيشها. فبعد 40 نسوي كل سنتين مرة الفحص الماموغرافي. طبعا هذا أثبتت الدراسات أنه يعطي 30% إيجابية من سرطان من اكتشاف السرطان مبكر وعلاجه مبكر. أيوة. فهذا شيء مهم جدا جدا. الشيء الأخير عنق الرحم، فحص عنق الرحم لسرطان عنق الرحم هذا كمان مهم. والسيدات نعمل للسيدات من عمر 30 إلى عمر 65، يعني مثلا وخاصة طبيب العائلة يسوي هذا، احنا نسوي نجلس نتصل لكل اللي من عمر 30 إلى عمر 65 نتصل لهم اتصالات عندكم فحص كذا كذا إذا ما كانت حامل فنسوي لهم هذه الفحوصات. فعلا يا دكتور على فكرة يعني سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم من أكثر السرطانات المنتشرة في بين النساء بسبب عدم الفحص المبكر، يعني فعلا هذا الإجراء الخفيف سيقي الكثير من السيدات هذه الآفات أو أمراض الصعبة. أنت عمرك 30 إذا ما رحت تعمل هذا الفحص الباب سمير أو الهبيبة يعني ما يكلف خالص، يعني بسيط جدا ورخيص، فتروح تسوي هذا الفحص يكون هناك في تغيرات شويه بسيطه في الانسجه ممكن انهم يزيلوها مباشره وانتهى الموضوع وتلحق نفسك من البدايه. فعلا تتاخر يعني لعمر 40 لعمر 50 تروح تسوي يقول لك عندك سرطان للاسف لا سمح يعني الله ولا قدر. طيب دكتور مثلا لا سمح الله هل هناك علامات مثلا تظهر على الانسان علامات معينه تشير الى انه يجب ان يعمل فحص بسرعه، يعني يعجل بعمل الفحص اذا ظهرت على هذه العلامات؟ في علامات احنا نسمي العلامات الحمراء، اشاره حمراء يعني او العلامه الاحمر على اشاره العلامه الاحمر هذه مهمه جدا. مثلا مريض يسعل ويخرج دم هذا مباشره لازم يعمل فحوصات هذه الساعه وقتها. يبول دم، يتبرز دم، عنده تعرق ليلي بشكل يومي مستمر، فجاه يعني نزل وزنه، يقول لك انا والله خلال اخر شهرين نزل وزني يمكن 20 كيلو، هذه فجأة الوزن المفاجئ. النزيف الدائم مثلا صلح له قرح ويجلس ينزف على طول ما يوقف النزيف. هذا كمان مهم جدا. فهذا هذه حلقات مهمة، أنا ما أتكلم على الحاجات البسيطة مثلا واحد والله قال لي شعري يتساقط أظهري يتكسر، هذه الحاجات سهلة ممكن يكون يعني فقر في الدم، هذا ممكن هذا برضه كمان يعمل فحص يطلب أنه يعمل مثلا فيتامينات عنده دوخان عنده إرهاق عنده خمول ما يقدر يصحي الصباح مكسر جسمه يكون عنده فيتامينات ناقصة. أيوة. فيتامين دال بالذات يعني هذا لازم يعمل فحص له. يحصل صعوبة في التنفس عنده مشاكل عنده طرش، هذه الحاجات أساسية يعني مش مهمة لكن اللي تكلمت عليها هي المهمة، أو ممكن تكون دلالة على وجود سرطان في الجسم خاصة التعرق الليلي أو السل لا قدر الله. لا قدر الله. بالنسبة للرجال احنا تكلمنا عن النساء. أيوة. كثير كتبكم يزعلوا مننا. فبالنسبة للرجال في هناك كمان فحوصات مبكرة مثل ما قلنا من عمر 20 لعمر 40 كل ثلاث سنوات بعد الأربعين يعني وبعد أو بعد الخمسين كل سنة ما لم يكن هناك يعني دواعي خليه يعمل فحوصات مبكرة. في سرطان البروستات هذا كمان عند الرجال، في فحص نسميه بروستات سبيسيفيك أنتيجين هذا نسويه للتشخيص المبكر، بس ما ناخذ 100% بالاعتبار لانه ما يعطي ممكن يعطي نتيجه نيجاتيف يعني سلبيه نيجاتيف بوزيتيف يعني نسميه. فكمان فحص القولون سرطان القولون المستقيم هذه كمان مهمه
نعمل بعد عمر الخمسين لكل الذكور حتى الإناث عادي الدم الخفيف للبراز، هذا في فحوصات نوزعها لأي واحد يجي مثلا عندك المعاينة تشوف عمره فوق الخمسين تعطوا له هذا الفحص تقنعه تشرح له أهميته يروح يسوي طلع إيجابي ترسله على مراكز أخرى عشان يعني يشوفوا بالضبط إيش المشكلة. مش شرط يكون له سرطان بس يكون له دليل على السرطان. هذا نسويه كل سنتين مرة عادي، وإذا تطور الوضع ممكن نعمل منظار فليكسبل هذا مرن منظار مرن فليكسبل سيجمودسكوبي هذا نعمله كل خمس سنوات، وإذا هذا كل نسكوبي هذا المنظار نسوي كل عشر سنوات للمريض بعد عمر الخمسين. يعني بعد عمر الخمسين مهم مرحلة مهمة للرجال والنساء، بعد العمر الخمسة وستين أيضا مهمة. في فحوصات تخص الرجل والمرأة الذكور والإناث قبل الزواج، هذه استثنائية حاجة خاصة لازم أي واحد يعني بالأخص الزواج الأقارب يعني وخاصة الأقارب بالذات لأن الأقارب تكون المشكلة أعظم في الأمراض الوراثية في الأمراض الوراثية، لكن العدوية بشكل عام بكل مكان يعني نفس الشيء. قبل الزواج هناك فحوصات روتينية برضو تدخل ضمن الفحوصات الروتينية اللي هي تتطلب بالعمر مرة مش واصل بالعمر مرة تسوي هذا الفحص يعني عشان تتزوج. فهناك حاجة وراثية اللي هي الثلاسيميا والأنيميا المنقلية، وهناك حاجة عدوية يعني مثلا هيباتيت الكبد مرض الكبد السي والبي ومرض الإيدز ومرض السيلان والزهري السيفيليس. ونشوف يعني في بعض الدول الآن بدأت تشوف ضمور العضلات ضمور العضلات أو الشوك يعني سبينال موسكولار أتروفي، هذا مرض كمان يسووه قبل الزواج قبل الزواج. هذا يعني بعض الدول بدأت تعمله لأنه يعني هذا المرض خطير جدا، يمسك الحبل الشوكي من الأمام المسؤول عن الحركة ويمسك كل عضلات الجسم يخلي الطفل ما لا يتحرك ولا حاجة يكون كذا جالس الطفل. فهذا لما تشخصهم بكر تكون أفات واستفاد. الثلاسيميا كمان منتشرة وخاصة في المناطق حول البحر الأبيض المتوسط لأنها تصيب الأطفال يعني بشكل مباشر وخاصة إذا كان زواج الأقارب. فعلا يعني موضوعات كثيرة وفحوصات مهمة يمكن بعضها يعني غالية يا دكتور، لكن في بعضها غالي نعم. لكن بعضها يمكن إجراءها في البيت، يعني لو تقترح لنا بعض يعني بعض الفحوصات اللي ممكن نعملها في البيت كنوع من الوقاية الأولية ونختم بها هذه الفقرة. يعني أيضا قبل الزواج هناك زمرة الدم نسويها، يعني إذا كانت المرأة نيجاتيف والرجال بوزيتيف ممكن يصير مشاكل في الدم للأطفال بعدين، فنعطي لهم إبر قبل الولادة وعشان ما يصيب المولود الثاني، المولود الأول ما يصير ربس المولود الثاني. يعني هذه ضابط الفحوصات بعضها تكون غالية بعضهم يقول لك أنا مش قادر، أقل شيء فحص الدم، فحص الدم مش غالي الحاجة السي بي سي الكوليسترول والدهون هذه الحاجات بالمراكز الحكومية مجانية شبه مجانية يعني رخيصة جدا. الفحوصات اللي تعملها في البيت مثل ما قلت لكم فحص سرطان الثدي تعمل المعاينة بنفسك يعني بيدك. التغذية تحاول انك تغذي نفسك كويس لانك ما فيش فحوصات كثير تسويها في البيت، يعني هذه الفحوصات الاساسية أيوة. غير ما أيوة. في كثير فحوصات انك تغذي نفسك كويس تهتم بنفسك كويس. اذا في بالعائلة مرض قلب انت مش داعي انك تعمل فحص بالبيت، يعني انت لازم تعمل اقل شيء ايكو يعني تخطيط للقلب وايكي اثنين تسويهم عشان تكتشف المشكلة مبكر. مثلا تحصل عائلة الجد في بمرض قلب كل العيال وعياله تحصلهم عندهم اصابات بالقلب، يعني وبعضهم يموت عمر مبكر جدا عمر ال 15 ولا ال 20 يقول عنده ازمه قلبيه وراح فيها ولا حصل له جلطه دماغيه وراح فيها. فهذا الفحص المبكر مهم، اذا شفت في العائله احد عنده سرطان ولا عنده مرض قلب ولا عنده سكر ولا عنده ضغط لازم تعمل امراض كلى مثلا ايضا ولا امراض كلى يعني خاصه افلاس الكلى وامراض الكبد امراض منتشره. تحاول انك تروح تعمل فحص واحد هو ما نقول لك كل يوم اعمل فحص، في بعضهم يعني فاهم من غلط يروح كل شهر اشتي اعمل تشيك اب انا اشتي اعمل تشيك اب مش هو يبها يعني حلو الاعتدال يعني بالمعقول مرض السكر يعني اذا واحد مريض سكر هذا وثبتنه مبكر لازم يعمل فحوصات روتينيه، ما ينفع نقول له كل سنه ولا لا ايوه هذا حالات خاصه في فحوصات كل ثلاثه اشهر في فحوصات ستة اشهر في فحوصات كل سنه، مثلا كل سنه نعمل له فحص للعين أيوة. نعمل له فحص للكلى نعمل له فحص التراكمي كل ستة اشهر بعض كل ثلاثه يعني اشهر. شكرا يعني لك يعني والله فعلا كلام رائع وفعلا الوقايه خير من العلاج. دكتور كمال الشرعبي شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس. العفو اهلا وسهلا فيكم. انا اشتي قبل ما ننهي الختام
اشتي اعمل تفضل اليوم عيد ميلاد بنتي، اشتي اقول لها من هنا كل سنه وانت طيبه يا حبيبه بابا. كم عمرك؟ يكي بارسن جانبي عمرها سنتين. سنتين كل الله سنة وهي طيبة. كل سنة وهي طيبة. أرين أرين كل سنة وأرين طيبة يا رب العمر كله. الله يحفظكم. شكرا لك. شكرا.